الزارع المصري مزارع شاطر على فكرة. لما جينا نتكلم عن الزراعة ابتدينا نشوف ايه هي مشاكلها، وابتديت اسمع من الناس واتكلم معاهم وابتديت احاورهم من محافظة لمحافظة. كان المشكلة الواضحة اللي ابتدت تزيد يوم بعد يوم بسبب تعاقب المواسم الزراعية، بسبب معاملات الضغط في التسميد. احنا عارفين ان احنا بنستخدم مياه الري اكتر من مرة، في مناطق بتعتمد على مياه الابار. كانت المشكلة الاساسية ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، بتأثر على ايه؟ بتأثر على التربة، بتسبب مشاكل في البذور، بتسبب مشاكل في الاشجار نفسها، وتساقط اوراق، تساقط ثمار، يبتدي المزارع يبقى عنده مشكلة دور لها على حل. موجود معاكم النهارده عشان اكمل رحلتي في برنامج اسال مجرب، اسمع واستفيد واتكلم مع المزارع. برحب بحضرتك. مرحبا بيك يا باشمهندس احمد عبد العزيز. يا حاج احمد، احنا فين بالظبط؟ احنا في قريه الطبرادة. طبرادة. احنا من الصبح هنا على فكره، وانا كنت سعيد جدا بالمجهود اللي بيتم. اراضي رمليه، المناخ مختلف، المزارع هنا بيتعامل بطريقه غير الاراضي القديمه. صحيح. احكي لي قصه الارض هنا، مساحتها قد ايه؟ انت بقالك كام سنه بتشتغل هنا؟ بقالي سنتين. سنتين. ماجر بقالي سنتين من الحاج عبد العزيز. ايوه. واخد 7 سنين ما شاء الله. طب الارض كانت واقعه اول ما خدناها. ايوه. عالجناها، كان مركب هو في الطرب اللوحه. فساعدنا يعني كتير. ما خدناش هو اللي مركب لكم الجهاز ده؟ وجينا ملاقيين اللي مركبه. الارض كانت واقعه. كلمه صعبه يعني. ايه الارض كانت واقعه؟ يعني تشوف الشجره كده ما فيهاش ورق زي اللي تشوفها. ناشفه يعتبر. مش هي مش ناشفه، الورق بس بيسقط. لان الملوحه بتاثر في الجذور من تحت. بتعالجوا الموضوع ده ازاي قبل لما تستخدم الجهاز؟ بجرعات ملوحه. جرعات دوة. اللي هي مضادات املاح. طب نسميها كويسه معاك؟ والله الاثنين مع بعض بيكملوا بعض. يعني مثلا الاملاح كنتوا بتشتغلوا بيها؟ كنا بنشتغل بس بطيئه يعني شويه. انما دلوقتي لما نحطها، احنا لسه بنحطها برضه بس اسرع يعني. انت كده حلو. الكميات اللي انت بتضيفها بنقللها طبعا. يعني كل اول يعني ممكن في السنه نعمل 3 مرات، دلوقتي ممكن مره واحده. بس في نتيجه احسن يعني. النتيجه احسن. هي نسبه الملوحه هنا كام؟ والله في بيقولوا 4 مش عارف حاجه ومليون حاجه كده، رقم كده ما تعرفش بالظبط. ما تعرفش يعني، مش بس لكن محللناش يعني. الفلاح بيعرف نسبه الملوحه منين من غير ما يحلل؟ بتبان على الارض. على الارض. على الارض كده. الميه مثلا الخرطوم قدامك اهو، بتطلع على الارض كده تلاقيها بيضه. والشجره تلاقي لا بيبان، الورق كله بيسقط. النواشف بتيجي مثلا من اخر الشجره كده، تلاقي الفروع صغيره كده ناشفه. الجدر من تحت بينشف منه بعد الجذور بتعفن. انا كنت عند الحاج حسين هنا جارك من سنه، وقال لي بص الخرطوم ومسكه، وقال لي بص الملح عليه قد ايه متكوم على النقطات ده. هنا الحمد لله انا الفلتر. ايوه في الارض دي يعني مثلا القطعه اللي بعدينا دي، تلاقي الملح لو تدوق دعم الميه تلاقي فرقه جامد يعني. هنا تشربها. هنا عادي تشربها، تقدر تستحملها. انما تحت كده بقيت الموتور ما استحملهاش. الليمون فرق معاك بعد استخدام الجهاز؟ اكيد طبعا فرق. فرق كتير الحمد لله. وليه الليمون ساعات بيبقى سعره غالي؟ والله دي حاجه ربنا. صح. لا يعني ممكن لو دلوقتي حاليا كل حاجه يعني. هو ده المفروض معاي. دلوقتي الشجره ده فيه قد كده 3 مرات ليمون. السنه دي الانتاج ضعيف، ما تعرفش السبب. حاجه كده طبعا عند الله يعني. سبحان الله، ربنا ان شاء الله. يعني في حاجه اسمها رجيع بتيجي متاخره شويه. المفروض كانت شغاله دلوقتي، هي لسه هتشتغل في رمضان باذن الله عشان لسه في اللبن. هو مواسم وفترات للانتاج، وفي بيبقى فترات فصل عروه، هذه كلها بتاثر على سعره. صح. بشكرك وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.